راسي في طريق مظلمة في أطفال شمع أحلامي جوجو دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قاسي راهوما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هما سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي قدامي طريق ما من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي انت جي النار وتانا نتوب وترجع ليا الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سباب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي بغيت نخرج فين غادي تخرجي الطبيب قال لك مازال خاصك ترتاحي جاني راسي فحالها في الحبس خاصني نخرج قبل ما تديريها ما فكرتيش فيا انا تخليني بوحدي ما فكرتيش اسمحي لي ما فكرتش عقلتي ملي ما تباك قلتي لي الشجرة اللي كانت مضلة علينا تقطعت من الجدر خصنا نعولو على راسنا عقلتي عقلت هاد الهضرة كنقولها براسي كل نهار ماما علاش انا ما عنديش الزهر الزهر بنتي ما كنتسناوش يجي الزهر حنا كنقلبوا عليه حنا كنمشيو لعندو كنوعدك من اليوم غنولي اسمي واحده اخرى بكرات اسمي القديمه ماتت عندك حساب لك ملي كنت مغيبه ما كنت كنحس بوالو هذاك هو اكثر وقت حسيت فيه فكرت بزاف د الحوايج خاصني نبدلهم في راسي مزيان غير ما تفرطيش في اديب هو اللي ما خاصوش يفرط فيا يلا بركه علينا من الدموع وريني شديك الضحكه ديالك يلا يلا لا مشي تما هنا تنسوا عليا محجوبه وتنسوا عليا باكم سطوف من اليوم انا هو الشاف ديالكم شوفوا ما تشاف روندي كونت شاف اللي معايا ديكلاري اللي ما معاياش ديكلاري صافي مشيو شدوا لازون ديالكم حكموا لي الكروه ما يعرف عليكم حتى واحد كتشوف فيا انت هكاك معايا ولا ما معايش ويلا كريمو راه نهضرنا اعتباريتي هي معانا ولا اعتبارية معانا غنتزور انا غنتزورو كاملين تدمالو خويا انا هنايا باش نخدم
غنخدموا كاملين وغترقعوا وغتنقاو يلاه كل واحد يشوف لازون يحكمها ويعرف الكروه ديالو فين جات. الله يعاون. السلام عليكم. معك لطيفة رئيسة جمعية. هاد الولد ولدك؟ ايه ولدي اختي. عندك لاكارت ناسيونال؟ لا ما عنديش لاكارت، وفات ليا ما كنخرجهاش معايا. صافي ماشي مشكل. شو هاد الولد هذا بلاصتو ماشي هنايا، بلاصتو راه في المدرسة. ولا لا وانا شانا كرهت ليه، راه خارج كيعاوني، راني عاه الجاله، راه كاينه انا ويا الراس في الراس. منين غناكلو ونشربو ونخرجو نجريسيو؟ وخليه يمشي يقرا وغادي يتعلم وغادي يكبر ويخدم ويعاونك ديك الساعه. لا لا موت يا حمار، ما يجي هو يا فين يقرا ويتوظف ويخدم تنكون انا نقارض. سعيا راه ما مزياناش ليه. هذا وليدي راه كيعاونني على الزمان. حنا لا غنخليو لكم هاد البلاصه، ما عندنا ما نديرو بها. لا لا شوفي شوفي. لا لا ما عندكم هاد الولد، الا ما لقيتوش ولدك راه غنعلم السلطات. لا لا سيروا بعدو من زيد يلاه فحال نسيت سيتي تخفف رجلك. شفار شفار كيش فرش شفار مالو مالو حقار داليا فلوس هبط هبط في حراشك هبط اخويا الله يسر عليك زيد شوي القدام شكون قال لي ماشي انت اللي شافر وجاي هربان والله ما انا ماشي تحيد من هادشي ديال الزنقه وهادشي ديال الشفره سير لقى لك شي خدمه صاحبي واش كان شي خدمه واش لقيناها ولا لقيتها لك تبغي تخدم كاين شي ما نقضيو لا لا كنشوف غير هاد الدار هادي تكرفسات بالحريق دخلوا لها شي براش بغاو يشفروا عاد شويه سمنا الغوت العافيه العافيه وما طفيناها بزز مشينات بالليل اه بالليل كلشي خرج بغا يعتق الساعة مول الأمانة دا أمانته مات تسمى كلثوم ومات واحد وليد عندها مسكين ومات واحد من دوك الشفارة وليد؟ أنا عنده ولد سميتو مهدي كان عايش في واحد الجمعية كانت عنده واحد الرجيلة ناقصة وهما مساكن اللي كانوا مقابلينه فين جات ديك الجمعية؟ سير القهوة ديال الفيلاج تم هو المقاطعة؟ بعيدة شوية ليه ليه جي الطاكسيات بارك الله فيك بارك الله فيك ما فيه ناس اجي لهنا فين كنتي وتهضر فين كنتي المدرسة اشنو فين كنتي المدرسة اجي لهنا يا قلت لك ما باقيش تمشي للمدرسة انسى شي حاجة سميتها المدرسة علاش ما كتسمعش واش باغي تسطيني ها وفاي شوف شا
شي دوك عيات لي غادي راه شفتيهم هادشي عندهم غتلصقهم غتطلبهم غتقشبكي عليهم وجمع عندهم الفلوس يلا طلق راسك خالتي دور معايا شحال 80 درهم 80 درهم اش غندير بها انا ناكلها لك انت ناكلها انا ناكلها لامك اش غندير بها 80 درهم اش غندير بها ما تعرف تطلب ما تعرف تشفر ما تعرف دير والو يلا زيد معايا زيد تحرك ما كتعرف دير والو ما كتعرف تشفر ما كتعرف تطلب ما عندي ما ندير بك وطلعتي ليا في راسي وعطيت اتساع وبعدني وبرا وخرج يلا هز راسك وخرج عطيني اتساع يلا زيد رد كاع خرج يلا 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 زيد زيد خرج برا برا سير سير من وسط الطابه تاع الحرب بريكه كبيره مرحبا بك لا خطيك شتي الكتالوج عجبتك شي حاجه وي نشوف بسم الله عليك اسمحي لي نشوف داكوغ بالنسبه لا كوموند انا لقيت لك داكشي اللي بغيت ميرسي ميرسي مهم خليت لك راحه دابا لقيتيني مزروبه شويه انا ما كلتي والو عافاك دقي غير هادو مره اخرى ان شاء الله مره اخرى حبيبه ميرسي بوكو مره اخرى ان شاء الله داك فوقاش لا كوموند ديالي تكون واجده هادو الخميس يكونوا عندك ماكسيموم ان شاء الله ميرسي ميرسي نايله اش كدير انت هنا هي دويتي مع زوين ونطرتي فيا واش تطيتي جيتي عندي حتى لداري اش كدير لا لا فين كاين المشكل ان كليون جا دير اون كوموند ولا الرجال ما عندهمش الحق يكومونديو كتشوف شنو خدامه دابا والله ما نتحرك من هنا حتى ندويو لا لا حسبيني ستاجير جاي يعاونك ويلا متى عندنا الخدمه يلا ولكن ستاجير يخدم مزيان غادي نعجبك مرحبا بك زكريا هذا هو البيرو ديالي الشركة عندك جديدة؟ نسحب لها شحال هادي وانت خدام لا يلاه بديت كنت خدام عند شي ناس و مبقاش عاجبني داكشي كنت ندير شي حاجة ديال راسي وما يبقاش عندي باترون عندك الحق باترونات واعرين كتحشي ليا في الهضرة دابا مش خايفش ما غاديش معاك داكشي ديال الباترونات كي بقات شكون امك ياك مريضه لاباس عليها عندها واحد المشكل في كلاوي ولكن يكون خير ان شاء الله الله يشافيها زكريا ما زيدش عليا الروينه هز عليا داكشي يكون منظم انا اول عليك هاد كراتنا دوب بطم تحت عافاك واخا ما جاوبش قال لا زكريا كون راجل ما عنديش مع داكشي ديال هكا وهكا يلا سير إيه راني قلت لك راني 16 واعر خاصك تخلصيني برافو عليك كتعلم بزاف مع بعدا شوية غادي تجي تولي تعلمي عندي إيه اش بقى شوكولا واقيلا غندير فيها شويه شوكولا هذه زينه
فين هي نجيبها؟ فين هي؟ كاينه لهنا. جينا نعاونك ولا دمتينا؟ سمع لي ما درتهاش. واش انت حمقى؟ وتلعبي هاد اللعبة؟ واش لا 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 صافي 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 سيدي واش خاصك شي حاجه؟ لا كنقلب باش شي حاجه باش نمسح. نجيب لك فوطه؟ ها دادا خليك انا غنتكلم. شكرا دادا. عافاك الا سولك بابا قول لي جيتي غير مره في السيمانه. شكرا. اجي دخل غسل. لا لا مازال فيا. ما غتمشيش في هذه الحاله ويلي. غنتسناك هنا. يا خساره ما شفناكش. ما شتينيش ماشي مشكل، ولكن دوي معايا بحال هكا ياك لاباس. وقلنا لك سمحي لينا. اش كاين؟ ما عرفت منين كيجيبو. ياسمين؟ فين دبرتي على هذا؟ صافي حتى انت الدري مسكين لقيناه في الزنقه قلنا نتعاونوا معاه. نتعاونوا معاه ولكن الادب راه فابور. ما قلتيش لي غادي تجي. جيت نديرها لك مفاجاه. كنت خليتك ارتاحيتي شويه مالك ما تبراسك. لا خاصني نعاونك. شوف خاصنا نديرو اون طابل هنا بان ليا كاين ليسباس هنايا وهاد لا طابل هنا بان ليا ربي صبرني. زكريا حط داكشي انا غنتكلف به. رخفي على الدري رخفي على الدري مسكين راه يلاه بدا غيتعلم. دابا هذا وجدتيه هز معاك الكراط ولا غيبقى معاك هنا؟ بصراحه يقدر يبقى إلا خدم مزيان فينا نجري عليه. المرة الجاية قول لي يدق الباب قبل ما يدخل. ماشي شحال كاين. والله يا خويا إلا كنعرف شي ناس الريال ما عندهمش في جيبهم ولكن الهيبة النفس ما كتفنفنش. هادشي اللي عطا الله. غتبقي مغاوبشه هكا خرجنا نفوجو زعما. فوجو؟ انت جيتي غير بزز. كوثر هو صافي. ابان ليا صافي والو. متعطلت. لا ماشي مشكل. مالها؟ صباح ما كيتخاصمي. وصافي يا كوثر. شوف الدور اللي كيجيها تعلم شويه. شوف السيد كيفاش كيعامل مراته. شوف الحب والرومانسيه. شوف صالحهم ماشي بنيتك. لالا سيدي مرحبا. لالا غير خلوا الحلوه ديالكم ليكم. والله شكرا. بارك الله فيك. الله يواتيكم الخير والله يخليكم لبعضياتكم. امين. باينه فيك كتبغيها. باين شي باغا غير من الشوفات. ما كاينش مشكل. السيد باينه ظريف. الله يكبر بك اخويا. ايه هو ظريف وليني سكوتي وحشومي. ما كيعرف كاع يقول الهضره زوينه. والله داك كوثر راك عارفه راسي عامر. راه باينه كيبغيك. كان هو كل واحد وطريقته لها.
كاين اللي بغيتي تعرف الحقيقه شوفي لي في عيني. يلا نمشيو نخليهم سلام. مالك بغيتي تقولي شي حاجه؟ داكشي اللي قال داك السيد كاين ولا ما كاينش؟ وصراحه من ناحيه المدارات والحب كاينه شي حاجه وشي حاجه ما كايناش. اش بان لك؟ عارف تخدميني معاك؟ ستاجير؟ على داكشي درتي دابا معلومه غنخدمك معاه. صافي غير قولها غير لداركم باش ما بقاش ندخل سالت. نقولها لخويا ما نقولهاش والديا. علاش بان لي هادشي دارك في خاطرك؟ لا غير والدي دائما مخاسمين ما كيتفاهموش مزيان كنحس براسي بحال بوحدي في ديك الدار وصافي. غير درتي بروجي ديالك هو على راسك. انت حيت بابا ما كيعطيك الريال حتى كيندمك فيه مزيان. وربينا مسكين تعذب في صغره ولكن متاكد بلي كيبغيك. كاينه ملي كان صغير شداتي ماتت في واحد الحريقه وبقى بوحدو وتعذب بزاف باش دير دوك الفليسات. خوك عديم تا هو خدام عندو شركة ديالو ولكن مسكين ما عندوش الصهر في الجواج. شقيقة ثاني ما كيضرك لا في المدى الفور ولكن صراحة عاتقني بزاف. نقدروا نمشيو عند داك السيد اللي خدينا من عندو ديك النهار مابقاش عندي. اخ تمشي انا هو صافي قلت لك في الاول ما كانش في هاد المشاكل. داكو تبداو بابا وماما كيتخاصموا عاد ولا كيجيني هاد حريق الراس اللي ما بقيتش قاده عليه. دابا هادي وقفة السي انيس وجالس برا واش انت براني؟ دخل صاحبي مرحبا بك. صاحبي داكو كي داير لاباس عليك؟ غابر ما غابر والو انت عارف فين تلقاني دخل الدار تلقاني لداخل. قول لي داكو داك الدول اللي خدم عندك هلال مثلا عندك منو شي حاجة؟ فين هو داك الدوا لقينا تنصورو ما والو زعما والو. تخيل صاحبي داك الدوا كيخرج قبل ما كيدخل. فهمت شوف حيت انت صاحبي غيدخل داك الدواء نصبغك انت الاول. عافاك الا جاتكم شي حاجه ما تنساناش. ما نساكش مادموزيل شي معانيس كاع ما نساك. صافي الطاقه وتبان شي حاجه ما تخافش انت الاول. تليفون بينات كتعرف تختار العفريتة. شنو قال؟ هذا والو صافي غادي نحتاج دي زاكسيسوار. اه صيفطي لي انت لا بروبوزيسيون وانا غنقول لك. اوكي ما شيخي يلا حبيبتي ميرسي بوكو. فرحت لك بزاف. ديرو عندك زوين زدتي زين جايبك تصويرو عرف هذاك النهار عزيز عليه. داكشي على جدة تانا داك النهار ما عمرو ما يتنسى ليا. اصلا بلاصتك هنا كاينه بتصويره ولا بلا تصويره؟ بصح واخا هكاك قلبك بيض. كيفاش واخا هكاك؟ زعما راه مره كتقلقي وكاين قلبك بيض. شنو كدير هادي انا؟ ها مو صافازي خصني نجمعها هاديك. وليش جايبه معاك هنايا؟ والله ما عرفت خصني بعدا نحطها في شي بلاصه هذيك دابا نجمعها. يلا تفرقنا شنو بغيتي؟
بقيت غير نعرف واش وصلتي بخير وعلى خير. ما خليتينيش نوصلك. توصلني حتى للدار بغيتي ليا مشاكل؟ انا لا بغيت كل شيء الا المشاكل. فين هذاك الدكتور اللي هضرتي لي عليه؟ كيضرني راسي. صافي الدو ضربي على حسابي. شكرا. يلا نخليك غنمشي للناس. صباح الخير. صوتك كيولي حنين في التليفون، تكون هذه شي معجبة. نيلة، نيلة علل. وفين وصلتي معها؟ أمور غادا مزيان. اليوم هضرتي على دارهم. مالهم؟ المهم ما فهماش مع باها، ما عندهم شي مشاكل. يمكن تنفعنا هاد القضية. نفعنا وسكتي. أحسن حاجة تضرب بها الراجل هي مرتو. كانوا فاهمين ولا ما فاهمينش؟ إلا كانوا فاهمين هو غيخاف عليها وغيبعدها من الصداع وتقضي معها الغرض، وإلا ما كانوش مفاهمين الأسرة ديالو كلها غتعطيها لك هي، وديك الساعة ضرب الضربة ديالك. فهمتي؟ يمدوك شامة ونقلبوا على نيلة. لا لا خويا، أنت نيلة كمل معها الشغل ديالك، وشامة خليها لي أنا، أنا اللي غنعرفها. ما عليكش، مشي شوف شغالي. تبارك الله على السي أديب الحمزاوي المهندس ديالنا. السلام عليكم، كيفاش نعاونك يا شريف؟ عندي واحد الخربة محروقة، بغيتك تجي تشوفها ليا. إيه مرحبا. هادشي كله الفضل كيرجع للسي علي. سبحان الله الأقدار. علي كان غيمشي فيها شحال هادي. كون ما كنتي لا أنت لا بيرو لا شريكة. سيدي واقيلا تغلط لك مع شي واحد. ما عندي حتى شي علاقه مع شي واحد سميتو علي. سميتي اديب، اديب الحمزاوي، وكنعرف حتى شي واحد سميتو علي، وما عرفتش هاد لافير اللي باغي تدوي ليا عليها. لا لا لا، عندك علاقه مع علي. انت اديب الحمزاوي ولد المهدي الحمزاوي اللي هو علي، اللي انتهى الشخصيه ديال المهدي الحمزاوي الله يرحمه. مات صغير، كان مسكين عنده نقص في رجليه، وعلي انتحل الشخصية ديالته. هاد الدوسي هذا ها كوبي ديالو، قراه مزيان، فيه كاع المعلومات على المهدي الحمزاوي. أنا كنت غادي البوليس وجيتي في الطريق ديالي، قراه بخاطرك وسلم على السي علي. بغيت نقول المهدي الحمزاوي. لقيت راسي في طريق مظلمة في أطفال شموع أحلامي، جوجوجو دموع دراما، تا واحد ما حس بكلامي. فين نعطي راسي؟ كل نهار كان قصيرة هما سباب تزادوا في جراحي. وجوهي هما سبب وجوعي، جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي. وجوهي هما سبب وجوعي، جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي. من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي؟ امتي جي النهار وتانا نتوب و
وترجع ليا الضحكة من تاني. وي وي فين ناطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سبب تزادوا في جراحي وجوهي وما سبب وجوعي تتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي وما سبب وجوعي تتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي وما سبب وجوعي وجوهي سبب وجوعي.